السلام عليكم، كنتمنى دائما تكونوا بخير وكل فيديو يلقاكم على خير ان شاء الله. في هذا الفيديو غادي نتقاسم معكم واحد الطريقه جميله في الطويج ناس هذا الفخار الاول استعمال ديالهم. من كنشريوهم ما كنستعملوش مباشره في الطهي، وانما كنخدموا هذه الطريقه التقنيه اللي جميله خطيره ورثتها من عند الجده ديالي، اللي كتخلي الطويجنات يبقاو لكم مده طويله، ما كيطرى لهم والو، ما كيتشقوا، ما كيتهرسوا، ما حتى شي حاجه. غادي نتقاسم معكم هذا الطويجن لسنين وسنين، عندنا اقسم بالله اكثر من 7 سنين هو عندنا هذا ما شاء الله. والله العظيم كنخليوه للخرجات للغابه هكا كيطيب على العواد، ما نقول لكمش الماكله كتطلع فيه بنينه، سواء الحوت او اللحم كتجي بنينه الماكله فيه. معروف الطاجين كل ما قدام كل ما الماكله فيه كتجي غزاله ورائع صراحه. غادي نتقاسم معكم اي حاجه، ما ندخل عليكم بتا شي حاجه نهائيا. بالنسبه لها الطريقه فيها 3 ديال الخطوات فقط وساهلين ودغيا ان شاء الله غادي نقومو بهم. بالنسبه هنايا الطويجن الفخار بعد ما كنشيوه كنجيبوه كنوضعوه في واحد الاناء نملؤوه بالماء مزيان. ضروري هاد الطويجن يعني نغطروه بالماء يتغطى مزيان بالماء، هذه كاول خطوه. وكنخليوه ليله كامله بحال دابا كنوضعوه في الليل حتى لغد ليه، عاد كنصافي كنحيدو الطويجنات ديالنا من الماء وكنخليوه ينشفعوا ثاني النهار كامل. ضروري انكم تعطيو الخاطر للطويجن ديالكم باش هكا تنجح معكم ويبقى لكم مده طويله ان شاء الله. هنايا صافي الطويجنات ديالنا حيدناهم من الماء وخليناهم نار كامل نشفوا. هنايا غادي ندوزو للخطوه الثانيه اللي كناخذ زيت المائده. هاد الخطوه اللي مهمه حتى هي، كناخذ زيت المائده وكندهنوا الطويجنات ديالنا مزيان من برا ومن الداخل، كتعطيهم حتى هما الخاطر وكدهنوهم مزيان. كاين اللي كيستعمل الشحمه ولكن انا كنفضل زيت المائده، حتى الشحمه راه ناجحه زعما عمليه ناجحه. انا كنت واحد المره درت الشحمه زعما مزيانه الشحمه، ولكن كنفضل الزيت دغيا كندهنوا الطويجنات ديالنا. طريقه سهله ديال الزيت ومبسطه، ودغيا كندهنوا الطويجنات ديالنا وكنساليهم. كنكمل بنفس الطريقه حتى ندهن الطويجنات ديالي كاملين، وعاد باش ندوزو نقدموا فيهم الشهيوات والاكلات. غادي نقدم لكم ان شاء الله في هذا الطويجن هذا النيت واحد الاكله اللي جميله ديال الحوت الروكان بطريقه سهله، ودغيا كتوجدوا هاد الطويجن وكيجي ما نقول لكمش والله العظيم كيجي بنين بهاد الطريقه اللي غادي نقدم لكم ان شاء الله. وهنايا من بعد ما ان شاء الله كملنا الطويجنات ديالنا ودهناهم كاملين مزيان وعطيناهم الوقت، كندخلوهم الفرن اللي كنشعلته من قبل سخن على درجه مرتفعه حتى يسخن لكم الفرن مزيان، وكتطفيو عليه. ضروري انكم تطفيو عليه الفرن، وعاد باش توضعوا الطويجنات ديالكم وكتخليوهم الليله عاوتاني كامله حتى ينشف منهم هذاك الزيت. كما كتلاحظوا هذه هي النتيجه النهائيه. صافي كملنا 3 الخطوات ديالنا اللي كما شفتوا ساهلين وبساطين، وان شاء الله غادي يبقاو لكم الطويجنات ديالكم مده طويله. هنا في الطويجن باش نربحوا الوقت قطعت 3 ديال المطيشات قطع صغيره وجوج فصوص من الثوم. الثوم اللي قطعتهم انا غادي نوضعوا التوابل. هاد الطويجن صراحه اللي كيجي بنين وطريقه سهله ودغيا كيوجد لكم هاد الطويجن هذا. بالنسبه هنايا اول طويجن غادي نقدم معكم هو هاد الطويجن ديال الحوت. هنا بالنسبه للتوابل وضعت معلقه صغيره ديال التحميره، راس معلقه ديال الابزار، غادي نوضع راس معلقه ديال الخرقوم، وايضا راس معلقه ديال سكينجبير،
وغادي نوضع هنايا صراحه كتعجبني هذه الاضافه هذه ديال الزعتر، ضفت راس معلقه ديال الزعتر اللي كيعطي بنه جميله لهذا النوع ديال الحوت ديال الروكان. هنايا وضفت القزبر ومعدنوس والملح، ورقة سيدنا موسى. هاد الاضافه هي الجميله كيعطي بنه زوينه. وكنوضع تقريبا 4 كاس ديال زيت الزيتون. بالنسبه للماء كنضيف كاس صغير ديال الماء فقط، ما غاديش نزيدو نهائيا. بعد ما حديت فكرت واحد الحاجه، كنأكد لكم على الطويجن ديالكم باش يبقى لكم مده طويله، ما تضيفوش الماء بارد وهو كيطيب، يعني يعني الطويجن سخون وانتم كتضيفوا الماء بارد نهائيا. هذه القضيه يعني حيدوها، ما تبقاوش ديروها نهائيا. المهم هذا هو الحوت اللي غادي ندير في الطويجن هذا، ما كتشرملوه ما حتى شي حاجه نهائيا، فقط غادي نشرملوه من بعد، ما نوضعوه في الطاجين غادي نشرملوه في هذا لاصوص هذه. بعد ما كطيب لنا شويه مطيشه كناخذوا واحد الفرشه وكنمعسو مزيان هذيك المطيشه باش ما كتبقاش باينه هكاك. ممكن تضيفوا معلقه كبيره ديال مطيشه المركزه، طماطم المركزه اللي كتعطيه واحد اللون. صافي انا غادي نكتفي بهذا الشيء اللي قلت لكم. صافي هنا كناخذوا كنمعسو هذيك الطماطم مزيان باش ما كتبقاش كتبان، عاد باش نوضعوا الحوت ديالنا. كما قلت لكم انا ما غاديش نشرملو نهائيا باش ما يجيناش هكا الطاجين مالح، يعني الحوت نشرملو ونزيدو دايرين توابل في الطماطم. فقط اننا غادي نتبلوه هذاك الحوت، غادي نتبلوه في هاد لاصوص هادي اللي وضعنا، غادي تقلبوه من الجوانب او كتاخذوا واحد الملعقه كتبقاو توضعوا هاد لاصوص من فوق الحوت، كتوضعوا لاصوص فوق الحوت، كتاخذوا واحد السكين بعد ما كيطيب لكم واحد شويه، كتاخذوا واحد السكين وكتوضعوا ثقوب هكا في داك الحوت، وانتم كتوضعوا لاصوص من فوقه. كيطلع هاد الطاجين خطير بنين وسهل كما شفتوا، دغيا توجدوه رائع. غادي نضيف الاضافات من فوق هاد الحوت كما تشوفوا معايا. الحاجه اللي ناكد لكم على هاد النوع ديال الحوت، ما طيبوش بزاف، حيت فاش كيطيب بزاف راه كيرجع بحال اللي مطيبين الدجاج، كينشف تماما. وانما طيبو كما درت انا حتى طابت المطيشه، وعاد باش ضفتو كمرحله اخيره كنضيفو الحوت، كنخليوه واحد شويه، كنقلبوه من الجوانب صافي، وكنطفو عليه تقريبا 6 دقائق بحال هكا ما كاملينش. هنا بالنسبه للاضافات اللي غادي نضيفو فوق الحوت، عندي هنايا الحامض مصير اللي كيعطي واحد البنه زوينه لهاد الطويجن، وغادي نضيف ايضا واحد فلفل حار. فلفل حار بالنسبه للناس اللي كيعجبهم الحار، اللي كيعطي عاوتاني واحد البنه زوينه لهاد الطويجن هادي. ما نقول لكمش المذاق ديالو كيجيب بنين ورائع وجميل بزاف. الصراحه هنايا بالنسبه لهاد الحامض مصير كتقدمته معكم في واحد الفيديو، حتى هي الطريقه ديال جده ديالي، راه بزاف ديال الفيديوهات وضعتهم في القناه بالنسبه للحامض مصير، بالنسبه للسمن، بالنسبه للزيتون الكحل مشرمل كيفاش تحافظوا عليه، بزاف ديال كلهم الافكار ديال الجده ديالي الله يطول في عمرها. زعما كلهم فاتني حيت الجده ديالي في هذاك في العهد ديالها يعني كانت طباخه في القريه فين كانت عايشه. يعني اي واحد كيدير شي مناسبه الا هو كيعيط لها عندها ما تقول، وفاتني بزاف. واي حال فوق ما نمشي لعندها كنسولها على بزاف د الحوايج واستفدت منها بزاف. راكم عارفين الناس ديال شحال هادي راه ما قراو على الطبخ ولا والو، البنه كتكون سبحان الله في اليدين وداكشي كلشي على الافكار وكيفاش. المهم انا من بعد ما طاب الطويجن كما قلت لكم خليته 5 دقائق، شديت عليه قلبته من الجوانب بجوج صافي طاب. هنا غادي نقسمه معكم غادي تشوفوا كيفاش كيجي. صراحه دغيا كيجي بنين، هي ما طيبوش بزاف باش ما كيجيش اللحم ديالو بحال الدجاج، وانما كيبقى رطب وزوين، كيجي الصراحه بنين رائع. ما نقول لكمش اللذه ديالو كيفاش جات. ومازال ان شاء الله غادي نقدم لكم طويجنات وطويجنات اللي بطريقه سهله وبسيطه. اسهل حاجه كتجيني انا نقدمها زعما للغداء او العشاء هما الطويجنات، دغيا كيوجدوا كيجيو بنانين. انا من العشاق ديال الاكل في الاواني الفخار، صراحه كتحسوا بواحد البنه جميله بزاف.
كما كتشوفوا هذا هو الطويجن ديالنا. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ديال اليوم يعجبكم، وما تنساوش الى عجبكم تخليوا لي لايك، ولاول مره يزور القناه اشتراك فضلا وليس امرا. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.